السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أشهد الله أني أحبك في الله وأرجو لك الجنة أنت والمسلمون أجمعين. ولك بمثل، جزاك الله خيرا. آمين. أسألك بالله يا شيخ أن تنصر أخاك صلاح الدين ابن إبراهيم في مسألة ترك المتنات ورأي المشيخات في تفسير القرآن، خاصة أننا رأينا أن المشيخات يتلون علينا أحاديث من الإسرائيليات، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا عن ذلك. قال أنا ما فهمت أول السؤال. المسألة في تفسير القرآن بالأحاديث الإسرائيليات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أيوة، وبعدين ما السؤال؟ أخذوه وحملوه على أنهم يجوز لهم أخذ الأحاديث من بني إسرائيل ما وافق القرآن، فرأينا أنهم يقولون أن الله بعث غرابين والكتاب يقول غراب. قالوا أن المنسأة عصا والمنسأة غير العصا. عفوا، صبرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخ الكريم يتكلم على الروايات الإسرائيلية الموجودة في التفسير، فنقول وبالله تعالى التوفيق: الإسرائيليات ما معناها؟ أولا، الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل. نعم. الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل الرسول نقل منها أخبارا بأسانيد صحيح إلى رسول الله، مثل ثلاثة نفر الذين كانوا يتماشون فأووا إلى كهف فسقطت على فم الغار كهف، حديث الأقرع والأبرص والأعمى من بني إسرائيل. فهناك إسرائيليات ذكرها النبي عليه السلام. إذا ذكرها النبي، صبرا، أكمل بأسانيد صحاح، هذه مقبولة. وهناك إسرائيليات لم يذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن معناه يوافق القرآن. لا نأخذ منها. إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني لا نأخذ منهم. ولكن اصبر، قد أخذوا أحاديث اللي هو حدثوا عن بني، يعني أنت الآن ذكرت مثالا، هو المراد من الحديث. اصبر يا حبيبي. على قومكم، أي قصوا على قومكم سوءات بني إسرائيل كما فعل الله في الكتاب، كما يقص علينا قصص بني إسرائيل، حتى قال أصحاب النبي: كاد القرآن أن يكون لبني إسرائيل. فطريقة التربية. صبرا يا حبيبي، بس أنت، أنا طلبت منك شيئا، أنت الآن بتملي علي آرائك، هذا المكان مكان فتاوى، لك فتوى تسأل عنها، أما تتصل تشرح لي، أنا ما نقابل، ما طلبت منك أن تشرح لي الإسرائيليات، أنا ما طلبت، بس عفوا أعتذر إليك، لكن أبين للإخوة بعض ما قاله، وهو أنه يقول إن الله قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، فالله قال غراب، ففي الإسرائيليات أنهم غرابين، واحد قتل الآخر، في الإسرائيليات كذا، واحد قتل الآخر ونزل دفنه، فأقول: لا، هو غراب واحد يبحث في الأرض. طيب، قوله ليريه كيف يواري سوءة أخيه، مستفاد منها من الفهم أن في غراب سيدفن، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، ففي سوءة غراب، في غراب موجود هيدفن. فالعلماء قالوا هذا، قالوا مستفاد من الآية، حتى بغض النظر عن الإسرائيليات، أن في غراب آخر، في غراب سيدفن غرابا، سيدفن غرابا. فقوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، دل على أن هناك غراب آخر سيدفن، والله أعلم.